أم هنا، حضرتك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ، انت حضرتك نعمة وفضل، الحمد لله. نحمد ربنا. انا حضرتك بتتكلم عن الموضوع دوت، انا فعلا بيتي بيتخرب بسبب الموضوع ده، لان انا فعلا جوزي بيبص كتير بره وانا تعبت معاه كتير. انا بقى مستوى، انا مستوى من المستويات الثلاثة، الاولاني ولا الثاني ولا الثالث؟ نعم، انا مستوى من الثلاثة، يعني بيبصوا بس ولا بيبصوا ولا في علاقات؟ لا، هو الاول كان بيبص وكان كلام وكان بيناغش وكده، ما كانش بيراعي حتى شعوري خالص. طيب. حتى انا كنت بزعل وكنت اقول له لا انا مثلا ليا حق عليك ان انا انت ما تبصش لغيري، يعني راعي حتى شعوري وانت بتغازل اللي قدامي. اللي طيب. يقول لي لا انا راجل وما تيجيش تتكلمي وانت نكت وما لكيش تتكلمي. اخر حاجه ديت وصلتنا لها اللي هو ظبطته مع واحده. كده انتقل من، ما هو ده اللي انا عايز اقوله. بصوا يا جماعه، العين الزايغه دي، العين الزايغه دي نوع من انواع الاستجابه للنفس الاماره بالسوء، ولازم النفس الاماره بالسوء تاخدك حاضر تحت. فحتى لو هو بيبص لازم ينتقل الى المناقشه اللي هو النوع الثاني ده، انه بيحاول يعمل علاقه، ثم ينتقل الى الوحله الثالثه وهي مساله الايه؟ مساله ان هو يبقى عنده علاقات. طب هو ده من امتى ام هنا؟ ده طول الوقت ولا هو بس في اخر الايام دي؟ لا يا سيدنا الشيخ، انا كان اول جوازي معاه هو اتجوز عليا. بعد جوازنا بثلاث سنين اتجوز عليا اخت سلفتي. طيب. اتجوز عليا وبعد كده بقى يبص بقى ايه بقى، يعني انا بقى عشان بناتي وكده الناس رجعتني وابويا وقالوا عيشي، وطالما طلقها وبص البيت وعياله خلاص وعشت معانا، ده الاساس برضك بقى يعني. لكن مثلا اللي احنا خلاص رجعت وعشت معاه، لكن بقى اللي احنا يتكلم مع دي ويتكلم مع دي، لكن اللي احنا فيه دلوقتي ما عندنا دي علاقه ملهاش دعوه بالجواز. لا دي علاقه من غير جواز. طيب بقى برضه يكلم برضه دي ويكلم دي واقول له بلاش، وبقيت اشوف صور على الواتس وهي ترن عليه، اجي طيب اتكلم معاه يقول لي انت مالكيش دعوه بيا. طيب. انا راجل اعمل اللي انا عايزه، انت ست نكد. كنت طيب. اقول له راعي شعوري، انا ليا حق عليك. اساليني سؤال يا ام هنا، انت بتساليني عن ايه؟ تعملي ايه؟ اعمل ايه معايا؟ انا تعبت، انا دلوقتي بيرميني عند اهلي بالشهرين والثلاثه حتى من غير مصاريف، ولا بيفكر في عياله ولا بيسال فيا ولا مراعي شعوري. انا مش عارفه اعمل ايه معايا، وكمان وغير قانون الشقه ومش عايزني اقعد في شقه، هقول وانا لك مش عارفه اعمل ايه، واهلي هم اللي ملتزمين بمصاريف عيالي وانا معايا ثلاث عيال. هقول لك تعملي ايه يا مو، هقول لك تعملي ايه يا مو هنا، هقول لك تعملي ايه. اول حاجه يا مو هنا، انت لو كنت ما عندكيش مورد رزق حاولي تبقى عندك مورد رزق. لو كنتي ما كملتيش تعملي تعليمك كملي تعليمك. اول حاجه انت لازم تامني اسرتك. يعني ايه لازم تامني اسرتك؟ ببساطه خالص، زوجك طالما حاسس ان انت طول الوقت هو ضمنك، ضمنك يعني ايه؟ هو ما عندكيش اي شيء غير انك انت ترضي بالامر الواقع وهو مش هيتغير. هو لازم يحس ان انت رافضه ده، رافضه ان حياتك تكمل بهذه الطريقه. فلا تكوني عونا لنفسه الاماره بالسوء عليه بان انت فقط تكتفي بالشكوى. انت ستتغيري، لقوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانت تتغيري، تتغيري يعني ايه؟ تدخلي جزء جديد على حياتك. لو انت كنت بتعملي وتركت العمل ارجعي للعمل. لو كنت فرطت في تعليمك ارجعي لتعليمك مره تانية. قد يستغرب الناس ان انا بقول كده، لكن انا بقول كده ده بعد خبره طويله في كثير من الرجال. على فكرة هو زوجك ده ممكن يكون مش شايفك أصلا، مش شايفك ليه؟ لأن في آفة عند الراجل أبو عين زيغة إن أنت مضمونة، مضمونة. أنا مش قصدي إن أنت تشككيه في نفسك ولا قصدي في ده، لكن أنا بتكلم على نفسيته هو، مش بتكلم عليكي أنت. أنت لازم تبقى عفيفة شريفة محافظة على بيتك وسمعتك وحياتك. لكن في بعض الأحيان هو لازم يحس بإن هو شخص أذى اللي حواليه. هو طالما هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا راجل، هو عايز يقول لك إيه؟ أنا ما بأذيكيش في حاجة. لو حد هيتأذي أنا اللي هتأذي، أنا اللي هصرف على واحدة ستة، هو بيقول كده. ده منطق خبيث النفس الأمارة بالسوء بتعمله عند الرجل.
فلذلك انت لازم تفهميه ان هذا اللي هو بيعمله له اثر سيء على حياته. ايه هو؟ ان لا، ده في وقفه لده، في وقفه لده. ليه؟ لان انت دلوقتي بتتكلمي، تعرف انت لو كان الامر الاول كنا هنكلمه عن التقل، لكن هو دلوقتي بيعمل ايه؟ انت بتقول ان في علاقات خارج الزواج. لو في علاقات خارج الزواج، في حاجه اسمها سمعه الاسره وسمعة العيلة، في حاجة اسمها ازاي الاولاد هيقدروا يعيشوا ازاي مع القيم. هو بيهدم القيم عند الاولاد، لان انت متخيلة انت بس اللي انت مطلعة على ده. ابدا، الاولاد برضو بطريقة او باخرى، هم دلوقتي الاولاد شاطرين قوي في التكنولوجيا. فايه اللي حاصل؟ فبالمسألة لازم يحتاج وقفة. طب والوقفة اول اجراء اهو، الاجراء ده. الإجراء الثاني إن أنت لازم بشكل واضح تجلسي معاه وتقولي له تعالى نتكلم مع بعض بصراحة، أنت إيه اللي بيخليك تعمل كده؟ لأن ممكن يكون عندك أنت شيء من التقصير. مش بقول لك إن أنت متهمة بإنك أنت اللي دفعتيه لده، مفيش حد يجي يقول إن هو دفع حد المعصية. لكن ساعده على كده، خلاه عنده مبرر، آه ممكن يكون عنده مبرر. بس أكيد المعصية دي مسؤوليته هو، وأكيد هو سيحاسب، لأن كل امرئ بما كسب رهين. هو مرتهن، هو مسؤول باللي هو عمله، ولذلك هو لازم يتقي الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة محتاجين إن احنا نغير في حياتنا ونغير كمان في مستقبلنا. الحاجة التانية احنا محتاجين بشكل واضح إن احنا ببساطة خالص نقعد ونتكلم بكل صراحة. الأمر اللي بعد كده احنا محتاجين نشوف شخص له تأثير عليه يكلمه عشان يغير اللي هو فيه دوت، ويا ريت يكون هو سمعني دلوقتي.